طلاب الأعزاء، طلاب دبلوم العلوم الجنائية، مرحبا بحضراتكم في المحاضرة الأخيرة لنا في مادة قانون العقوبات مع التعمق. في هذه المادة تناولنا بالدراسة موضوع الحماية الجنائية الموضوعية للتعاملات الإلكترونية، وسأتناول مع حضراتكم في هذه المحاضرة الأخيرة الحديث عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في مصر رقم 175 لسنة 2018. أتحدث مع حضراتكم عن الملامح العامة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونبدأ مع حضراتكم الحديث عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال تلخيص للملامح العامة لهذا القانون والتي تعطي له ذاتية خاصة عن بعض تشريعات القانون المقارن في هذا المجال. نجد أن هذا القانون، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد أخذ بمبدأ العالمية بشكل مقيد، أي سريان أحكام القانون على هذه الجرائم التي تتعلق بتقنية المعلومات والتي تقع في خارج البلاد ولو كان الفاعل غير مصري في بعض الحالات التي تتوافر فيها علاقة بمصر. وحددت المادة 3 من القانون السابق، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن أحكامه تسري على الجرائم التي تقع في خارج البلاد إذا كان الفعل معاقبا عليه وتوافرت حالة من الحالات التالية: إذا وقعت الجريمة على وسيلة من وسائل النقل وكانت مسجلة في مصر، وده طبعا عارفين حضراتكم مبدأ العلم ومبدأ جنسية الطائرة، إذا كان المجني عليه مصريا وفي حالة التعدد إذا كان واحدا منهم مصريا، إذا تم الإعداد للجريمة أو تمويلها في مصر، إذا وقعت من عصابة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في مصر، إذا كان من شأن الجريمة الإضرار بمصالح مصر أو أحد مواطنيها إذا تواجد مرتكب الجريمة في مصر. إذن القانون الجديد، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، له ذاتية تميزه، فهو يأخذ بمبدأ العالمية ولكن بشكل مقيد وفقا لما سبق توضيحه. نبدأ مع حضراتكم بالجرائم التي تضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018. المشرع المصري أدخل لسنة 2018 صوراً من التجريم لم تكن موجودة من قبل، منها عاقبة على الاعتداء على حقوق البث المسموع والمرئي، أي القنوات التي تحصل على امتياز ببث برامج معينة مثل مباريات كرة القدم أو الأفلام. أيضاً من ضمن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون نجد أنه يعاقب على الدخول غير المشروع في موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. من صور أيضاً التجريم الذي شملها هذا القانون أنه عاقب على البقاء في النظام بعد انقضاء فترة السماح له بالبقاء فيه، وهذا ما تتجه إليه التشريعات المقارنة. أيضاً من الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه يعاقب على الإتلاف العمدي للبيانات المعلوماتية سواء كانت مخزنة أو معالجة، أي متداولة. كذلك هذا القانون يحمي البريد الإلكتروني من صور عديدة للاعتداء عليه، من تلك الصور الإتلاف، التعطيل، تعديل مسار الإيميلات بحيث يمكن أن يحصل عليها بدلاً من المرسل إليه، إبطاء سير إرسال البريد الإلكتروني بحيث يصبح أبطأ عن الوضع المعتاد، اختراق البريد الإلكتروني بحيث يستطيع الاطلاع على محتوى الرسائل. كذلك من ضمن جرائم تقنية المعلومات والتي يعاقب عليها المشرع المصري وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب على تعطيل الشبكة،
هنا الحماية الجنائية قررها المشرع للشبكة، الشبكة المعلوماتية، وعملها وليس لجهاز من الأجهزة. فإذا كانت تلك الشبكة تخص الدولة أو أحد الأشخاص لا اعتبارية العامة أو تدار بواسطتها، يصبح الفعل مكوناً لجناية وليس جنحة، كما هو الحال بالنسبة للشبكة العامة الإنترنت. أيضاً المشرع يتضمن تجريم آخر، وهو تجريم حيازة أو استيراد أو إنتاج أجهزة إذا كان ذلك بغرض استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة. ويقصد بذلك بصفة خاصة أجهزة فك الباسورد والتي تمكن المتهم من الدخول إلى النظام المحمي بكلمة مرور باسورد وتغيير هذه الكلمة، وبالتالي حرمان الشخص أو الشركة أو الدولة من استخدام أجهزتها. أيضاً المشرع المصري في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حمى أنظمة البنوك الإلكترونية من الدخول إليها أو التعرف على أرقام حسابات العملاء ومبالغ العملاء أو أسماء المتعاملين معهم، ويشدد العقاب إذا كان غرض المتهم أن يتوصل إلى تحويل أموال من البنك إلى خارجه أو إلى حساب آخر داخل نفس البنك، ويشدد العقاب أكثر إذا توصل بالفعل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير. أيضاً من الجرائم التي تناولها المشرع المصري في قانون سنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ما نص عليه من تجريم من يصطنع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب آخر مع نسبته إلى شخص آخر زوراً، ويشدد العقاب في حالة استخدام هذا الحساب في أمر مسيء إلى الغير، وتصبح العقوبة هنا عقوبة الجناية إذا كان المنسوب إليه هذا الإيميل المصطنع جهة عامة، وذلك وفقاً لنص المادة 24. أيضاً المشرع يحمي الحياة الخاصة للأفراد. المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتعاقب على عدة أفعال عندما يقوم الفاعل بنشرها على شبكة الإنترنت، وهو ما يحدث عن طريق استعمال مواقع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، وهذه الأشياء تمس المبادئ والقيم الأسرية. بمعنى شخص يروج عن طريق مثلاً الفيسبوك إلى العلاقات المثلية أو الحياة المشتركة بدون زواج، أو ظاهرة زي ظاهرة السينجل ماذر إن واحدة تنجب أطفال بدون زواج، أو نشر يقوم بنشر معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد مثل علاقة شخص بأسرته أو بدينه. إذن هذه الأشياء كلها محل تجريم وفقاً لهذا القانون في المادة 25، والهدف من ذلك كله حماية الحياة الخاصة للأفراد. أيضاً المشرع المصري تناول في هذا القانون تجريم إنشاء بعض المواقع إذا كان الهدف منها ارتكاب أو تسهيل ارتكاب بعض الجرائم، وذلك وفقاً للمادة 27. أيضاً عقاب المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني إذا أخفى أدلة تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينة بغرض إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك هذا التجريم تنص عليه المادة 28 من هذا القانون. أيضاً يتضمن القانون في المادة 30 وما يليها عقاب مقدم الخدمات إذا امتنع عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة الجنائية، كالذي لو صدر مثلا حكم بحجب أحد المواقع، كما يعاقب إذا لم ينفذ أمر سلطة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات. لو تحدثنا مع حضراتكم بعد ذلك عن
جريمة من الجرائم التي شملها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، جريمة مثل جريمة التداخل. طبعا احنا سبق ودرسنا هذه الجريمة وتحدثنا عنها تفصيلا في المحاضرات السابقة، ولكن الجديد أن المشرع المصري يعاقب على جريمة التداخل. لو حضراتكم نذكر حضراتكم كده بالركن المادي في هذه الجريمة، بيتمثل الركن المادي في أحد نشاطين: الأول الدخول بدون وجه حق إلى النظام، نظام الكمبيوتر، أو النشاط الثاني البقاء بدون وجه حق في النظام. إذن المشرع المصري يعاقب على الدخول بدون وجه حق في النظام. المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. إذن المشرع المصري بيعاقب على الدخول إلى نظام الكمبيوتر بدون وجه حق. هنا طبعا حضراتكم سبق وأن تحدثنا عن اختلاف الدخول في النظام عن استعماله. الدخول، فكرة الدخول نفسها في النظام بتختلف عن الاستعمال، لأنه الدخول هو أضيق من دائرة الاستعمال. كل استعمال للنظام دون رضاء صاحبه يعتبر دخولا بلا ريب فيه بلا شك، أما الدخول فإنه لا يعني بالضرورة استعمال النظام، فقد يتصل الشخص بالنظام ومن ثم يكون قائما بالدخول فيه ولكنه لا يستعمله. إذن يختلف الدخول في النظام عن استعمال النظام. ونجد المادة 15 من هذا القانون قد جرمت فعل البقاء في النظام بدون وجه حق بعد دخوله بوجه حق. واحد أحد الموظفين بيعمل في إحدى الجهات له كمبيوتر يقوم بالدخول عليه في مواعيد العمل، وطبعا عنده التصريح بهذا الدخول وهذا الاستعمال، ولكن بعد مواعيد العمل قام بالبقاء في النظام دون أن يكون مصرح له بهذا. إذن يختلف الدخول في النظام عن استعمال النظام. أيضا نجد المشرع المصري قد اتفق مع التشريعات الأخرى المقارنة في تجريم الدخول إلى صور خاصة من الأنظمة، حينما جعل الدخول في أنظمة الدولة أو إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة عقوبته السجن ما دام أن الغرض كان الحصول على معلومات تخص الدولة، وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من هذا القانون. أما عن تجريم الإتجار في كلمة المرور الباسورد درءاً للدخول غير المصرح به، لوحظ أن بعض المجرمين في المجال المعلوماتي بيتوصلون إلى معرفة كلمات السر لشركات أو جهات وينشرون إعلانات على شبكة الإنترنت تفيد معرفتهم بتلك الكلمات ويعرضون بيعها، بيع الكلمات السر أو الباسورد. طبعا لو نظرنا إلى اتجاه المشرع المصري نجد أن المشرع المصري عاقبة المادة 22 من هذا القانون، قانون 2018، على حيازة أو استيراد أو صنع أو إنتاج وسائل أو برامج لفك شفرة الباسورد. إذن بالتالي المشرع المصري قد سيرى التشريعات، بعض التشريعات الأخرى المقارنة التي جرمت الإتجار في كلمة المرور. أما عن تجريم الإخلال بسير النظام، نجد أن القانون المصري لسنة 2018 تضمن هذا التجريم في المادة 17 منه، لكي تعاقب كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلية أو جزئيا بشكل عمدي وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو أي نظام معلوماتي وما في حكمه.
والعقوبة هنا في حالة تجريم الإخلال، في حالة الإخلال بسير النظام، نجد أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 2 سنين، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما المراسلات الإلكترونية فنجد أن هناك تجريم لانتهاك سرية المراسلات الإلكترونية. طبعا هناك حماية جنائية للمراسلات الخاصة بوجه عام، لأن الدستور المصري بيكفل حرمة المراسلات باعتبارها من مكونات الحياة الخاصة، وحقيقة أولى لها عناية خاصة، بحيث تطلب شروطا خاصة للاطلاع على المراسلات الإلكترونية. تنص المادة 45 من الدستور المصري على أنه لحماية المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية. إذن نجد أن المشرع المصري بوجه عام بيولي أهمية كبيرة لحماية المراسلات الخاصة بين الأفراد أو بين المواطنين. أما على مستوى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد كفل أيضا سرية المراسلات الإلكترونية اللي هي الإيميل، عندما نص على تجريم صور مختلفة لتلك المراسلات، منها التقاط المراسلات في أثناء إرسالها، التجسس عليها ومعرفة محتواها، تعطيل تلك المراسلات فلا يستطيع صاحب الإيميل استخدامه، كأن يرسل المتهم أي إيميلات كثيرة لصاحب الإيميل حتى يمتلئ فلا يستطيع استخدامه. أيضا حرمان صاحب الإيميل من استخدامه، كأن يستطيع معرفة الباسورد فيدخل إليه ويغير هذا الباسورد، وبالتالي يملك استخدامه بدلا من صاحبه، ويحرم هذا الأخير اللي هو صاحب الإيميل، يحرمه المتهم من استخدام إيميله. أيضا إبطاء سير عمل الإيميل. كل هذه صور للتجريم المختلفة لتلك المراسلات إذا ما تم الاعتداء عليها بأي سلوك من السلوكيات السابقة. أما المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. إذن هذا القانون يحمي المراسلات الإلكترونية ويعاقب على من ينتهك هذه المراسلات. بهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة الأخيرة من مادتنا قانون العقوبات مع التعمق، وإن شاء الله نلتقي دايما بحضراتكم على خير. وفي ختام هذه المحاضرة أتذكر قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قال: ما زال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. خالص تحياتي لحضراتكم.